السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الدرس سنتطرق إلى يعني درس في الرياضيات يسمى مقارنة القيمة الوسطية، يسمى مقارنة القيمة الوسطية عفوا، وباللغة العربية يسمى مقارنة القيمة الوسطية، وباللغة الفرنسية يسمى لو تيوغام دو لا فالور انترميديير، وسنميزه عن مقارنة القيمة الوسيطية لو مين فاليو تيوريم باللغة الإنجليزية مين فاليو تيوريم. إذا ما هي مقارنة القيمة الوسطية؟ هو ما هذا ما سنشاهد في هذا الدرس، وسنتطرق يعني الأصل الذي جاء من أجله، الهدف الذي جاء من أجله هذا الفيديو، هو أن يعني تعليقان يعني جاء في تعليقان في فيديوهات سابقة يتعلقان بمعادلة من الدرجة الثالثة، ويعني فيهم هذا التعليقان فيهم خطأان، يعني خطأان يعني يقولان بأن المعادلة من الدرجة الثالثة لا يمكن أن يكون لها حل في R. إذا سنتطرق إلى مبرهنة القيمة الوسطية، وسنعطي شرحا لا، وقبل ذلك سنعطي يعني سنتوقف يعني من ناحية من سنتوقف من ناحية اللغوية في كلمتين باللغة العربية، كلمة باللغة العربية وكلمة باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، وبعد ذلك سنتطرق إلى الدرس. إذا قد باللغة العربية يعني تدخل على الفعل يعني قوس أفتحه في مجال اللغة العربية، قد تدخل على الفعل الماضي وتسمى حرف تحقيق. إذا دخلت قد على فعل ماضي فإنها تسمى حرف تحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها يتغير المعنى وتصير حرف تشكيك، وتصير حرف تشكيك. إذن قد يكون على سبيل المثال قد يكون قد يكون قد كان الكلمة نفسها قد يكون وقد كان، ولكن المعنى يختلف هنا، يعني دخلت على الفعل المضارع إذا هي حرف تشكيك، وإذا دخلت على الفعل الماضي فهو يعني حرف تحقيق، حرف تحقيق. يعني إذا يعني لماذا أشرح هذه الكلمة؟ على الأقل يعني الإنسان الذي يعني لا يدرك بأن هناك خطأ، على الأقل يستعمل حرف تشكيك، يعني يقول قد يكون هناك خطأ، أو لا يقول يعني هناك خطأ يعني ب ب ب ب يعني متأكد بأن هناك خطأ، ومع العلم أنه ليس هناك خطأ. إذا المسألة اللغوية الأولى المتعلقة باللغة العربية هي هذه، والمسألة الثانية هي التي سندرسها هي يعني طاولة، يعني نأخذ طاولة غير متوازنة باللغة العربية، طاولة غير متوازنة، طاولة غير متوازنة. يعني ذهبت أنت وصديقك إلى المطعم، والطاولة بدأت تتحرك، هذه الطاولة قد نقول عليها بأنها طاولة غير متوازنة، وباللغة الإنجليزية تسمى this table wobbles, this table wobbles, this table wobbles. This table wobbles، وباللغة الفرنسية نقول cette table est bancale، cette table table cette table elle est bancale. يعني سنشاهد في آخر الفيديو لماذا يعني تطرقت إلى هذه الكلمة، ما هي تطرقت إلى هذه يعني الكلمتين بالتحديد. سنا يعني نبتدئ يعني ما هو مفهوم دال مفهوم مبرهنة المبرهنة القيمة الوسطية، وسنش يعني تسمى باللغة اللغة العربية مبرهنة القيمة مبرهنة القيمة الوسطية، وباللغة الفرنسية تسمى لو تيوغام دو لا فالور انترميديير، وباللغة الإنجليزية تسمى انترميديت فاليو تيوريم. إذا أكتب باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية
انترميديت فاليو تي او ال، وباللغة الفرنسية تيوغرام دو لا فالور انتر تيوغرام دو لا فالور انترميديير، وباللغه الانجليزيه انترميديت فاليو تيوغرام، وب يعني اختصارا يعني قد تسمى تي في اي. تي في اي، اذا تي في اي لو تيوغرام دو لا فالور انترميديير. اذا ما هي هذه المبرهنه، وما هي علاقتها بالمعادله من الدرجه الثالثه، وما هي علاقتها بالطاوله التي يعني غير متوازنه؟ اذا جيد، مبرهنة القيمة الوسطية كتقول تقول بأن يعني اللي كانت يعني دالة متصلة، اللي كانت دالة متصلة على واحد المجال، دالة متصلة على مجال، يعني هذه الدالة دالة اف يعني متصلة على هذا المجال. وهنا عندنا اف دو ا، هنا عندنا اف دو بي، والدالة على سبيل المثال تقوم بهذا الشكل. فإن يعني أي 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 قيمة تأخذها من هذا المجال، إن أي قيمة أخذها من هذا المجال، من المجال يعني صورة المجال أبي، فإننا يعني توجد واحد سي، يعني نفترض يعني في موجودة ما بين في تنتمي إلى، إذا كانت U تنتمي إلى صورة ديال المجال AB، إذا يوجد إليكزيست واحد C ينتمي إلى AB، حيث تلكو C F دو C يساوي U. يعني بتعبير اخر، يعني الا خدينا يعني واحد الاي موجود هنايا، الا خدينا واحد الاي موجود هنايا ورسمنا خطا، يعني خطا افقيا، فلا بد اننا سنقطع يعني حتما حتما سنقطع هذا المنحنى، هذه الداله، لان هذه هي داله متصله. يعني الشرط الذي ينبغي ان اطبق عليه يعني لكي تصير هذه المبرهنه صحيحه، ينبغي ان تكون داله متصله. اذا هذا ليس بالضروري ان تكون محصوره بين اف دو ا واف دو بي، المهم هي انها تكون ان تكون تنتمي الى المجال، الى صوره المجال ا بي. اذا على سبيل المثال يعني اعيد الرسم يعني بشكل اوضح، هذا ا، هذه بي، اف دو ا، اف دو بي، اذا اف دو ا على سبيل المثال هكذا. اذا اف صورة المجال ا بي هي هذه، وهذا المجال اللي موجود هنا، هي هذه صورة المجال ا بي. اذا الى خدينا يعني واحد النقطة U تنتمي الى هذا المجال، على سبيل هنا، ورسمنا خطا افقيا هكذا U، فانه لابد ان واحد سي، لابد اننا نجد سي ينتمي الى المجال AB، حيث اف لو سي يساوي ذلك العدد الذي اخترناه. هذه هي مبرهنه القيمه الوسطيه، و يعني تشترط يعني ما هي الشروط التي ينبغي يعني يمكن ان نطبق فيها مبرهنه القيمه الوسطيه، هي ان مجموعه الانطلاق يعني بان تكون هي R، مجموعه الانطلاق هي R F، او جزء من ار، او جزء من ار، يعني ابي على سبيل المثال، او على او مجموعه الانطلاق الى ار نحو
الى ما كانش عندها، الى ما كانش مجموعه الانطلاق هي ار، يعني على سبيل المثال كانت مجموعه الانطلاق هي كيو، مجموعه الاعداد الجذريه، فان هذه فان هذه المبرهنه غير صحيحه. اذا هذا فيما يتعلق بمبرهنه القيمه الوسطيه. اذا ما هي يعني شرط الاتصال؟ يعني هل العكس صحيح؟ يعني هل العكس صحيح؟ اذا كانت عندي داله تحقق هذا الشرط، فهل هذا يعني بان الداله، هل هذا يعني بان الداله يعني متصله؟ وهذا يعني الجواب هو نفي، يعني ممكن ان الداله تحقق هذا الشرط، يعني تحقق شرط مبرهنه القيمه الوسطيه بدون ان تكون هذه الداله، بدون ان تكون هذه الداله متصله. وسنعطي المثال الذي يؤخذ يعني عادة، والذي يعني شاهدته أنا في ويكيبيديا الإنجليزية. المثال الذي أخذته هو كما يلي: f x يساوي صفر، إذا كان x يساوي صفر يساوي سينوس واحد على x، إذا كان x يختلف على صفر. إذا إذا كان x يختلف على صفر، صورته هي سينوس واحد على x، وإذا كان f يساوي صفر فإن صورته هي صفر. هذه الدالة صورته هي صفر، ويعني عندما تقترب، يعني عندما تقترب يعني x تذهب إلى ما لا نهاية، فإن واحد على x يعني صفر، وتقوم بهذه الحركة بدون أن تتوقف عند الصفر، وهي يعني تحقق شرط المبرهنة القيمة الوسطية، ولكنها دالة غير متصلة. إذا العكس غير صحيح، يعني هذه العكس غير صحيح، هي دالة غير متصلة ورغم ذلك إنها تحقق شرط مبرهنة القيمة الوسطية. إذا أعتقد أن هذا يعني يشرح، يعني سأكتب، سأحاول أن أكتب الدالة متصلة quel que soit U يتمي إلى F de A B il existe C tel que F de C يساوي U. إذا هذا هو يعني تذهب في اتجاه واحد، يعني إذا كانت f دالة متصلة فإنه مهما يعني أخذنا يعني f هو عدد يعني من صورة هذا المجال أبي، فإنه يوجد عدد c حيث صورة c يساوي u. ولكن العكس غير صحيح كما شاهدنا، العكس غير صحيح، يعني مع المثال الذي شاهدنا، هذه الدوال تسمى الدوال التي تحقق هذا الشرط تسمى لي فونكسيون دو داربو فانكشنز، داربو فانكشنز نسبة إلى عالم رياضيات، ربما عاش في عالم رياضيات فرنسي عاش في القرن التاسع عشر. إذا هذا فيما يتعلق بمبرهنة القيمة الوسطية. ما هي العلاقة التي يعني تربط بالمعادلات من الدرجة الثالثة؟ ما هي الربط الذي يربطنا بمتعددات الحدود من الدرجات الفرضية؟ سنشاهد فيما تبقي من الفيديو. سنشاهد فيما تبقى من الفيديو. إذا دالة على تعديدات الحدود من الدرجة الفردية، على سبيل المثال بي بي دو إكس يساوي إكس أس خمسة زائد إذا كانت على سبيل المثال يعني من الدرجة الخامسة، متعددات حدود من الدرجة الخامسة بي دو إكس يساوي إكس أس خمسة زائد إكس أس أربعة وهكذا، فإن يعني نهاية هذه الدالة في ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، ونهايتها في ناقص ما لا نهاية، هي ناقص ما لا نهاية، يعني دالة تكون هكذا. لابد باستعمال مبرهنة القيمة الوسطية التي يعني شاهدناها منذ قليل، لابد أنها تمر من 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 الصفر، لابد أنها تقطع محور ال 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 الأفاصيل، لابد أنها تقطع محور الأفاصيل. يعني وعندما يكون يعني في مبرهنة القيمة الوسطية، عندما يكون ذلك الـ U الذي اخترناه يساوي صفر، هذه المبرهنة قد تسمى أيضا مبرهنة بولزانو،
نسبة إلى عالم رياضيات من أصل إيطالي، ليس إيطاليا وإنما هو من أصل إيطالي، يسمى بولزانو. إذا تماما بالنسبة للمعادلة من الدرجة الثالثة بي دو إكس يساوي إكس أس 3 زائد، فهذه الدالة يعني في يعني دالة في ما لا نهاية، نهايتها هي زائد ما لا نهاية، وفي ناقص ما لا نهاية نهايتها هي ناقص ما لا نهاية. يعني هناك عدد، يعني هناك عدد، يعني مثلا واحد الأ اللي تكون الصورة ديالو موجبة، وهناك واحد العدد بي اللي تكون الصورة ديالو سالبة. إذا يوجد واحد الإكس صفر اللي ينتمي إلى المجال أبي، حيث بي دو إكس صفر يساوي صفر، لأن صفر، لأن صفر محصور ما بين صورة أ ومحصور بين صورة بي. إذا هذا ما فيما يتعلق، أعيد يعني أذكر القاعدة، الجميع متعددات الحدود، جميع متعددات الحدود ذات الدرجات الفرضية تقبل حلا على الأقل، قد تقبل أكثر من حل، ولكنها على الأقل تقبل حلا حقيقيا. متعددات الحدود من الدرجة الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو الأولى هي بحتمة تقبل حلا في حلا حقيقيا، وقد تقبل أكثر من حل. يعني المعادلة من الدرجة الثالثة على سبيل المثال قد تقبل ثلاث حلول حقيقية، ليس حلا حقيقيا واحدا وإنما ثلاثة. جيد، يبقى يعني لماذا ذكرت يعني مجرد يعني ذكرت يعني الطاولة التي تكون غير متوازنة لإنطاب البونكال. إذا عندما نجد يعني طاولة يعني غير متوازنة، فإن يعني تفكير أول فكرة تأتي إلى الرأس إلى يعني رأسنا يعني في ما يتعلق بهذه الطاولة هي أننا ندير هذه الدائرة لكي تجد ذلك التوازن. هذه هو تطبيق، يعني تطبيق ضمني لتطبيق ضمني لمبرهنة القيمة الوسطية، ويعني هو تعميم يعني في الرياضيات، يعني تعميم لمبرهنة القيمة الوسطية موجود في التوبولوجيا وتسمى مبرهنة، على حسب ما شاهدت يعني في ويكيبيديا تسمى مبرهنة بورسوك. نعم، هذه المبرهنة هي التي جعلتنا ندير الطاولة التي تكون غير متوازنة. إن طاب البونكال أون تورن إن طاب البونكال جوسكا سكيل تروف ليكيليبر جوسكا سكيل سوا أون ليكيليبر ذا تيبل ووبلز ذا تيبل ووبلز، يعني أنها تمشي عرجاء، يعني طاولة عرجاء. وشكرا لكم على حسن الانتباه، وأتمنى أن يكون مفيدا، وأتمنى منكم التصحيح، وشكرا.